أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق مواهب الشباب لقب دور السيدات لكرة السلة بعد فوزه على فريق ألبا ب 64 نقطة مقابل 46، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على ملعب صالة زين الرياضية بأم الحصم. وقد حصلت اللاعبة حنين عبد العزيز من فريق بابكو على جائزة هداف الدوري، كما حصل فريق مواهب الشباب باء على كأس الفريق المتطور.